من هون قلت أنا لا بدي راجع حساباتي وأنا ما بدي الإعلام. اللقاء الأول لنوال بري بعد اعتزال الإعلام. يمكن عم بحكي عم بعطي تفاصيل ما بعرف اسمع لي لقيتي ما بأذن. كل الأمور هادئة وكل الأمور تحت السيطرة. فهيدي كانت أجواء بنشعي. شكرا نجد. يعني بوتين كان قد تمنى للحريري أو عيده بعيد ميلاده يلي بيصادف هذا الأسبوع. هذا الوجه اللي تعود الجمهور اللبناني يشوف نوال بري فيه بعد ما اشتهرت بعالم الإعلام وكانت مراسلة إخبارية وتابعها الكثير من التغطيات الإعلامية. هذه هي أجواء بيروت وهذه هي أجواء لبنان كله. بس بيوم من الأيام تعرضت نوال لحادثة غيرت لها حياتها وخلتها تاخذ قرار الابتعاد عن هالمجال، ونحن قررنا نقابلها ببيروت بنفس المكان اللي راجعت فيه حساباتها. انت اول باب طلعتي منه من هون صح؟ رجعوا عملوا لهم ديستراكشن لهيوهم لهربوا لاجوا سحبوني واخذونا على تاني جهه بعدين لحقونا. وبعدني لهلا ما طلعت شكرت صاحبين البيت على فكره. هون هاي المنطقه بالذات ما بحب احكي فيها، اول مره بحكي فيها. وامبارح لانه كنا جايين لهون ما نمت بالليل لانه من هون انا اخذت القرار ان انا ما بدي الاعلام. هيدا يمكن الناس ما بتعرفه بس في كتير ناس تابعت هيدي الليله وبتعرف انا قد ايه عانيت هاي الليله لما تحصرنا انا وزميلي خليل عقيقي المصور ببيت ولحقونا وتخبينا بتدخيتي بهيدا البيت لانه عم بيجربوا جماعه الاحزاب يلحقونا لانه شافونا فايتين على بنايه. فبهيدي الليله لما تحصرنا ولما حسيت حالي انه انا ممكن موت اليوم اذا فتحوا الباب، اذا انفتح الباب انا وخليل كان فيهم يقتلونا. انا شفت شو حاملين مفكات براغي وسكاكين. ف أنا قلت هلا إذا وصلوا لي خلص أنا وخليل فينا نموت. من هون قلت أنا لا بدي راجع حساباتي وأنا ما بدي الإعلام. بس القرار ما كان سهل وأخذ من نهاية عام 2019 حتى نهاية 2020 لتنفيذه، خاصة بعد الصدمة اللي تعرضت لها نوال بهالليلة. مين أنقذ حياة نوال بري؟ في شخصين. أول شيء ميشيل مور حرام نزل من الـ MTV وقتها لحتى يقدر يساعدني. في طارق كرم هو صديق وزميل وبحبه كتير لطارق. وفي عندي كمان صديق يعني حدا مثل خيلة إلي اسمه محمد برجاوي، هو كمان بيشتغل بالامن يعني بيشتغل بالدرك قوى الامن، كمان كان موجود ساعدوني. يعني هن هول الناس اللي اذا بدك ايه خلصوني من شيء انا كنت حاسه ما حتنتهي هالليله. يعني واللي بيتابع نوال بري على السوشيال ميديا بيلاحظ انه حتى البوست والصور اللي بتنشرهم اختلفوا بالفتره الاخيره. عم تتجهي كمان نحو انك تكوني فاشونيستا؟ لا ابدا ابدا مستحيل. لا 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 اصلا انا بحب ضلني بالجوجينج، بحب اظهر بالجوجينج يعني. بس تعرف بس انه هلا لانه انا لما كنت بالاعلام كنت كتير عامله ريستريكشنز على حياتي، كنت كتير بدي صوره معينه انه انا اعلاميه بدي احترم هيدي الصوره. بس من لما اخذت عم اقول لك قرار اني انا احب حالي وشوف حالي كنوال مش الاعلاميه، لقيت حالي انا اريح بالتعاطي بالسوشيال ميديا. بس ابدا مش فاشونيستا ابدا، يعني مش هيدا، مش هي عقلاتي اصلا. لا لا مش هدفي ابدا. انا بالعكس انا بشجع على الجوجينج وعلى على السمبليسيتي بالحياه ورح ضلني هيك يعني. بس وقفت تويتر. ايه وقفت لانه كتير النيجاتيف فايب تبعه لانه كتير سياسي وانا موقفه سياسه مقاطعتها. وبالايام المقبله رح تطل نوال بري بس هالمره على الجمهور العربي كله من خلال اول تجربه تمثيليه لها في الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت. MBC اكيد بده يوجه لهم تحيه كثير كبيره لانه وثقوا فيني انه يعطوني هيدا الدور كاول مره بمثل. انا كنت ضيفه خفيفه على هيدا المسلسل بس دور كان ثقيل يعني بده شغل كثير ما فيك تستلشي ابدا. كان معي احلى مدرب تمثيل اللي هو بوب مكرزل، بتمنى له السلامه. كمان تعرض لحادث بوب هو اللي وجهني اذا بدك وطلع فيني هاي الانرجي اللي انا كان عندي من انا وصغيره. خبرينا باختصار عن هيك دوري كل اللي رح نشوفه قريبا بعروس بيروت وكيف كانت التجربه مع هالممثلين الكبار. يعني انا بعرف انه اكيد كنت تابعين على الشاشه، كلنا فانز لتقلى شمعون لظافر العابدين لكارمن بسايبس من وجهه تحيه. كيف كانت التجربه معه؟ ليك بتعقد يعني. اول شيء انا قلت لك قبلت هيدا الدور لانه هالقد كمان هاي الناس هي كلها هالتقل كله موجود بالمسلسل ولانه ناس تقل وبساطة بذات الوقت. يعني ناس بتتعامل معهم مش كأنهم ممثلين، بجننوا. حسيت حالي مع عائلة عن جد. رفيق علي أحمد، كارمن لبوس، جو تراد، كلهم يعني وانت سميت الباقيين طبعا تقلى حبيبتي. يعني بتحس حالك مع عائلة. أنا هيدا الشيء كتير ريحني وكانوا كتير كتير داعمين هني لهيدا الشيء عادة لأنه اللي بيجي على دومين منه لإله بصير فيه كتير طلعوا فيه هيك بنظرة. إيه هني كانوا. أنا كنت متقبلة إذا بيطلعوا فيني بهالنظرة كنت حأفهمهم بس لا بالعكس كانوا كتير داعمين. تجربة كانت بتجنن وبحب أرجع
عيدة وعيدة وعيدة سوري لهي التجربة. وهالتجربة ما رح تكون الأخيرة، رح يكون عندك مسلسل قريبا رح نعلن عنه كمان عبر إيتيب العربي لأول مرة، رح تكون دور البطولة. نوال خبرينا شو ناطرنا. هيدا الدور حبيته كتير لأنه بالنسبة إلي هيدا حيكون من ختام مسيرتي الإعلامية إذا بدك، لأنه بيحكي عن الثورة، بيحكي عن مكافحة الفساد، بيحكي عن كيف نوقف بوجه هذه الطبقة الحاكمة يلي ما بقى نأمل فيها كلنا. ما كتير حأحكي عن الدور بس إنه أنا حساعد باتجاه إنه نوقف بوجهن، فهذا الشيء اللي أنا كنت عم بعمله بالإعلام. ومن خلال هالمسلسل رح ترجع نوال على شاشة الأم تي في اللبنانية مع عدد من النجوم اللبنانيين. ميشيل حوراني حيكون هو البطل، يمكن عم بحكي عم بعطي تفاصيل ما بعرف، اسمع لي لقيتي ما بأذن. وفي معنا كمان رولا شامية حتكون معي دورة بياخد العقل، يعني عن جد عن جد I can't wait للعالم تحضرها لرولا قد ما عاطي شيء كتير حلو للمسلسل. معنا أسماء كلها يعني من أهم الأسماء اللبنانية بهذا العمل، وما تنسى نحن اليوم إنتاجنا الوطني وين بأي حال صار على قد في عليه ضغط وهيك، فاللي عم نجرب نعمله عم نعمل شيء كتير حلو. وقضية هي أهم شيء إنه رسالته كتير حلوة، وإن شاء الله توصل المسج اللي بدنا نوصله.